الفرق بين الحقيقة المحمدية والحضرة المحمدية. إيه الحضرة المحمدية؟ الحضرة المحمدية منذ الميلاد إلى الانتقال، دي اسمها الحضرة المحمدية، حضرة لعالمنا من ساعة ما اتولد لحد ما إيه؟ ما انتقل صلى الله عليه وسلم، وهو حي فينا. طيب، أمال إيه الحقيقة المحمدية؟ مذ قال لها كوني فكانت محمدة. وهي الآن على ما عليه كان. المجيء الأول هو المجيء الأزلي، قد جاءكم من الله نور وكتاب. هذه أول حاجة، أن هذا النور نور ذاتي. الثانية أنه من الله، أن النور ده منين؟ من الله. الحاجة الثالثة إيه؟ أن النور والكتاب سيدنا النبي. أن النور والكتاب إيه؟ هذه الآية تتكلم عن ترجمان الحقيقة المحض، عن ترجمان. إذا جمعت بين النور والكتاب في شخص نبي يبقى دي الحقيقة المحضة. يبقى هذه الآية تتكلم عن الحقيقة المحمدية في أزليتها، من أزليتها. الحقيقة المحمدية والحضرة المحمدية في أربعة آيات. الحقيقة المحمدية أزلا، الحقيقة المحمدية أزلا. قالت عنها آية: قد جاءكم من الله نور وكتاب. إيه قاعدين مستنين؟ خبر عاجل، نبأ عاجل، ايه الحكايه؟ ها هيتولد سيدنا النبي. ام ربنا راح قال ايه؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم. المجيء الثاني كم مجيء؟ اربعه. الثانيه بيقول فيها ايه؟ ده اسمه ايه بقى؟ الحضره المحمديه شرعا، الحاضرة المحمدية شرعا. الشريعة هتبدأ معانا، لأن الله هنا نعته بنعت الرسولية، عشان ده بيتكلم هنا عن الشريعة، عشان في شرع رسالة بقى، يعني واجبات وافعل ولا تفعل، تكليف وكده، التكاليف الشرعية المرعية بنور النبي. ماشي يا جماعة؟ طيب، وهذه الآية بما تقتضي، لقد جاءكم رسول من ايه؟ من أنفسكم. ما فرقناش عنه. إنا سنلقي عليك قولا ثقل. ذلك التكليف يخففه تلطيف تشريف من أنفسكم، فيبقى رسول يعني إيه؟ يعني افعل وأمر وقوم بالليل وأصلي في النهار، ده تكليف يلطفه تشريف من أنفسكم، ليلطف التكليف بالتشريف. وهذه الحكاية عن الحقيقة المحمدية شرعا، الحضرة المحمدية شرعا. اتنين بقى يا أولاد، ثلاثة بقى احنا اللي هنروح له، عشان هو جانا مرتين كده. هو جانا كم مرة يا أولاد دلوقتي؟ قولهم لي يا ابني. قد جاءكم الأولانية قد ما فيهاش لام، والثانية لقد عشان ما حدش هيصدق. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إيه؟ ما يقول جاؤوني أنا. هذه بقى نسميها الحضرة المحمدية حقيقة. يبقى الثالثة جاءكم رسول، يبقى الحضرة المحمدية شرعا. الحضرة المحمدية حقيقة جاءوك، مع ان هنا المفروض ان انا رايح للنبي. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، بيدللك على الوسيله والتوسل والشغل اللي بينكر ده. ايه؟ لوجدوا الله. لوجدوا الله، نهار ابيض، اروح للنبي الاقي الله. ايوه يا ابني، صدقت كده تلقى الله. هديه المعرفه دي ايه يا اولاد؟ هنا بقى في الباب الرابع في هدية. ما حدش يروح للنبي يرجع من غير هدية. سيدنا النبي لا. قوم يقول له ايه بقى اللي يصدق كده؟ قوم ربنا يقول له: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الجماعة اللي ملخبطين جاءوك استغفروا غفر لهم ولقوا ربنا. الجماعة المنورين لما يقولك سلم لي عليهم بقول سلام
عليكم. لما تروح لسيدنا النبي اللي يسلم عليك، الله والذي سيبلغ روحك السلام سيدنا رسول الله. افهم يا ابني، افهم افهم افهم. ويا بخت اللي عارف. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ايه؟ جاؤوك. ما كان قال جاؤوني يعني؟ جاؤوك لانك نائب عن الحق في الخلق. فاستغفروا الله. الله الله الله. يبقى نروح هناك نستغفر الله. طيب وقال ايه؟ ايه؟ قالوا خلي بالك يا ابن الاحسن، تروح هناك تمسك سبحتك تعمل بيها على النبي شيخ، ترجع من حيث اتاي. اما نعمل ايه؟ قال تستنى لما استغفر لك. هو انت رايح تعد الجمايل عليهم؟ جاءوك فاستغفروا الله، ما فتحتش لسه. واستغفر لهم الرسول ليعلم كل طالب على الباب أن للباب مفتاح يفتح. اللي عايز الله يستغفر ويفهم أن استغفاره في حضرة الرسول لن يفتح له الباب إلا إذا استغفر له الرسول. حقيقة المحمدية، حقيقة الحقيقة المحمدية أزل. الحضرة المحمدية شريعة، حضرة المحمدية حقيقة، الحقيقة المحمدية فضلا. إيدك أنت اللي بيعناهم بيها. يا سلام على العظمة يا أولاد. الأخيرة بقى، الحقيقة المحمدية خلافة. يقول واعلموا أن فيكم رسول الله. هنا بقى ما جالكوش. ده ايه بقى الحكاية؟ حصل ايه؟ حصل من كتر عشرة القوم واجتماعنا بيهم في اليقظة والنوم، صارت مظاهرنا مجالي أوصفهم في مقام التحقق الوراثة المحمدية. لا تحزن، نعم إن الله هم كام لغاية دلوقتي؟ مش لو كان واحد كان قال معي إن الله إيه؟ نعم. وما ربنا يقول فأنزل الله سكينته عليه. صلاح. على مين فيهم؟ على الاثنين، ما هم واحد. لبس سيدنا أبو بكر توبه لما قال له إن الله إيه؟ دخلوا معاه، فاللي معاه ربنا ما بيعد. إن الله إيه؟ أصبح إن الله معنى يقول لك فأنزل الله سكينته عليه. على كم واحد؟ على واحد. قال لا تحزن إيه؟ إن الله إيه؟ فعاملهم الحق على أنهم واحد، فقال فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها. هذه الشغل بقى ده. يبقى لما نفهم قد جاءكم من الله نور، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، كل هذه معارج وصال. واعلموا أن فيكم رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.